محافظة دمياط يجي يقول لي اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد العنصر M في المعادلة المقابلة، M يديك M موجب اللي هو أيون موجب، يعني ال M دي اتحولت الذرة ال M دي اتحولت لأيون موجب، زائد إلكترون فقدت إلكترون. يبقى طالما اتحولت لأيون موجب وفقدت إلكترون يبقى على طول ده كان أصله إيه اللي بيتحول لأيون موجب وبيفقد، ده على طول ده فلزات، يبقى هنا فلز من الأقلام. عندي بعد كده رقم اتنين ثلاثة عناصر في دورة واحدة، A ده نوعه لا فلز، B فلز، C شبه فلز، فأي من الاختيارات التالية تعبر عن ترتيبها الصحيح داخل الدورة؟ احنا عندك ترتيب العناصر في الدورة وانت ماشي كده، الجدول الدوري بيبدأ بإيه الأول؟ بفلزات، وبعدين أشباه فلزات، وبعدين لا فلزات. يبقى احنا هنا من الفلزات البي، يبقى البي هو في الأول، وبعدين بعد الفلزات أشباه الفلزات يبقى السي، وبعدين بعده لا فلزات يبقى بي سي ايه، ده ترتيبه. هنا بي سي اي لا، يبقى اول اختيار لا، بي سي اي اه يبقى هو تاني اختيار ده الصح، يبقى بي وبعدين سي وبعدين ايه. عندي بعد كده رقم ثلاثة اذا كانت درجة الحرارة عند سفح جبل 26 درجة وعند قمته 13 درجة فان ارتفاع الجبل يساوي، لسه حالين زيها بالظبط من شوية، يبقى احنا هنا برضو الارتفاع بجيبه في خطوة واحدة اهو، بص كده معايا اهو خطوة واحدة، انت عندك الارتفاع بيساوي تشد شرط الكسر، درجة الحرارة عند السفح ناقص درجة الحرارة عند القمة على 6.5، ونقول له بيساوي ونشد شرط درجة الحرارة عند السفح متداني بكام؟ ب26، تعوض عن 26 ناقص في القمة هي قابلتك تحطها زي ما هي، درجة الحرارة عند القمة بكام؟ القمة هنا ب13، يعني اكتب 13 على 6.5 قابلتني اهي 6.5 بيساوي، تخلص دور بالآلة الحاسبة هتقول له 26 ناقص 13 على 6.5 هيديك الناتج 2، يبقى الارتفاع عند 2، وحدة قياس الارتفاع ايه؟ اوعى تنسى تقول له كيلو متر، يبقى 2 كيلو متر. في الاختيارات 2 نشوف كده، اه عندي يا مستر هنا هي 2 اهي، يبقى الاجابه هي دي. عندي بعد كده رقم 4 يجي يقول لي تقدر درجه الاوزون بوحده نقط، درجه الاوزون يبقى وانت مغمض الدوبسون، وطبعا درجه الاوزون الطبيعيه قيمتها قد ايه؟ نقول له 300 دوبسون، تمام؟ طيب نكمل مع بعض. عندي بعد كده رقم 5 توجد الحفريات غالبا في الصخور نقط، طبعا اعتبر الرسوبية. عندي بعد كده رقم 6 يتأثر النظام البيئي نقط بشدة عند غياب أحد النواة، طالما قال لك يتأثر بشدة يبقى وأنت مغمض ده النظام البيئي البسيط كانت زي الصحراء، أما النظام المركب كان لا يتأثر كثيرا، يبقى هنا اللي بيتأثر بشدة على طول البسيط. عندي بعد كده محافظة البحيرة يجي يقول لي اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1 في خرائط الضغط الجوي تم عمل خطوط تصل بين نقاط الضغط المتساوية تسمى خطوط الطول ولا العرض ولا خطوط جرينيتش ولا خطوط الايزوبار، طبعا هي خطوط الايزوبار لانها خطوط منحنيه تصل بالنقاط الضغط المتساويه على خريطه الضغط الجوي. عندي بعد كده رقم 2 يرجع العلماء ان سبب انصهار جليد القطبين وحدوث تغيرات مناخيه حاده هي ظاهره الاورورا ولا الصوبه الزجاجيه ولا مايسنر ولا الشفق القطبي، طبعا هي الاورورا هي نفسها الشفق القطبي، يبقى الاثنين دول بمعنى واحد ودي طبعا مستبعده. عندي بعد كده يبقى سببها الصوبه الزجاجيه اللي هي الاحتباس الحراري، هو ده اللي سبب او هيسبب انصهار جليد القطبين وتغيرات مناخيه حاده، يبقى اذا الاجابه هتبقى الصوبه الزجاجيه. عندي بعد كده رقم 3 تسمى الحفريات التي تحل فيها المعادن محل الماده العضويه للكائن الحي القديم بعد موته باسم، الحفريات اللي بتحل فيها المعادن محل المادة العضوية للكائن بعد موته على طول وانت مغمض، دي طابع ولا أثر ولا حفريات متحجرة ولا سجل حفري، دي هتبقى اسمها الحفريات المتحجرة. عندي بعد كده رقم 4 نوع من الروابط مسؤول عن شذوذ خواص الماء، طالما قال لك شذوذ خواص الماء يبقى وانت مغمض دي الرابطة الهيدروجينية. عندي بعد كده رقم 5 يجي يقول لي التناقص المستمر في أعداد الكائنات الحية دون تعويض ذلك النقص حتى موت جميع أفراد هذا النوع يعرف باسم، هنقول له الإنقراض. عندي بعد كده رقم 6 عنصر البوتاسيوم K19 يقع في الدورة، يقع في نقط، هنقول هنوزعه، بنوزع هيتوزع ازاي؟ بص معايا كده بالراحة، بنوزعه بالشكل ده كده اهوت، هنيجي هنا كده نكتب 19 اهي يا مستر 19، نرسم النواهي نحط 19 جواها ونوزعها، كي ياخد 2، ال ياخد 8، ام ياخد 8، 2 8 8 يتفضل كام؟ يبقى 2 و8 10 8 18 من 19 يتفضل لي 1، يبقى كي ال ام ان ياخد الواحد ده. الناس اللي ما بتعرفش توزع بقى، في حلقة كاملة معمولة على القناة اسمها التوزيع الالكتروني في 9 دقايق، تتعلمها ان شاء الله يبقى سهل بطريقه سهله تعرف توزع اي ذره بعد كده، ارجع للحلقه ديت ان شاء الله هتعرف التوزيع الالكتروني بكل سهوله. طيب يبقى هنا ده كده الدوره الرابعه، 1 2 3 4، انا بحدد الدوره ازاي؟ بعد مستويات الطاقه، يبقى هم 4 مستويات، بقول له دوره
4. واخر مستوى بص فيه فيه كام؟ فيه واحد، يبقى على طول هقول له مجموعة واحد ايه اللي هو وان ايه، تمام. وطالما لقيت في الاخر واحد يبقى على طول انت مغمض دي الفائس، لو لقيت واحد واتنين بقول له اس، غير كده اقول له بي، تمام. طيب فهنا انت عندك البوتاسيوم بقولنا واقع فين، هنقول له واقع في الدورة الرابعة والمجموعة وان ايه. الدورة التالتة غلط، الدورة الرابعة والمجموعة وان ايه صح، هي دي الاجابة، تمام. طيب نتنقل بعد كده على محافظة الفيوم، يجي يقول لي اختر الاجابة الصحيحة. إذا كان العنصر X يقع في الدورة الثانية ويتفاعل مع الماء مكونا المركب XOH، فيكون عدد الذر بيساوي نقطة. ركز معايا بقى في المسائل اللي زي دي. بص معايا كده بالراحة في ال طيب بص معايا كده بالراحة في حل المسائل اللي من النوعية ديت كده. بيقول لي اذا كان العنصر اكس، انا بمسك بالراحه المساله بتاعت الخاصه هي اكس اهو، يقع في الدوره الثانيه، يبقى باجي ارسم قدامه اتنين مستوى، الدوره بترجمها لمستوى الطاقه كي و ال، تمام. لحد كده في مشكله؟ ويتفاعل مع الماء مكونا مركب. المفتاح الحل كله بقى في الصيغه اللي مديها لي، او المركب ده، المركب عندي سموه لي اكس او اتش. طب يا مستر انا اول حاجه عينيا بتيجي عليها، انت عندك دي او اتش اسمها مجموعه الهيدروكسيد اللي انت كنت واخدها في سنه اولى، دي كانت حاديه التكافؤ، كان تكافؤها احادي، تمام. وعندك الاكس هنا مفيش حاجه واقفه جنب الاو اتش، فعشان برضو كده يبقى الاكس احادي. لما كنا بنبدل التكافؤات يبقى الاكس هياخد الواحد، والواحد ما بينكتبش، والاو اتش هتاخد واحد برضو قصاده وما بينكتبش، فعشان كده الصيغه طلعت اكس او اتش اللي هي الصيغه الاصليه اللي مدالها. يبقى من هنا استشفيت ان الاكس التكافؤ بتاعه كان ايه، كان احادي التكافؤ، يبقى هنكتب هنا في الاخر واحد، واوتوماتيك قبلها كي بياخد كام، اتنين، نجمع دول يبقى اتنين زائد واحد يديني تلاتة، يبقى الاجابه هنا يبقى عدد الذر كام، تلاتة. طب يا مستر افترض انا غير لي الاكسيد ده، المركب اللي مدولي ده، ساعات يخلي لك المركب ده مثلا بدل ما هو او اتش يخليه لك كده. ركز معايا كده، هجيب لك كل الاحتمالات الممكنه على المساله دي، يجيبه لك اكس او اكس او. ساعات تانية لو هنا اكس او، انت عندك الاكسجين المفروض ثنائي، انا اول حاجة عينيا بتيجي عليها هي الاتنين بتاعة الاكسجين، الاكسجين المفروض اللي الرقم بتاعه بيبقى واقف جنب الاكس، والرقم بتاع الاكس بيبقى واقف جنب الاو، فهنا مش واقف حاجة جنب الاكس، الاتنين موجودة جنب الاكس، لا يبقى معناها ان انا الاتنين دي عملت فيها ايه، اختصرتها، اختصرتها، طارت مع ايه، طارت مع اتنين زيها، يعني هنا مثلا كان اتنين، الاكسجين تكافؤ ثنائي انا عارف كده، وده يبقى اتنين. فكنا بنعمل ايه واحنا بنكتب الصيغه، كنا لو يقبلوا الاختصار على بعض نختصرهم، فكانت الاتنين هنا فيها الواحد وهنا على الاتنين فيها الواحد، فكنا بقى بنبدل التكافؤات، فيبقى الاكس هنا ياخد واحد، الاكس هو خد واحد والواحد ما بينكتبش، والاو هياخد واحد والواحد ما بينكتبش، فالصيغه طلعت اكس او اللي هو الصيغه اللي مديها لي. طيب يبقى انا كده عايز اعرف تكافؤ الاكس كام، رجعوا الاصل اهو بقى، يبقى التكافؤ كان الاصلي بتاعه كام، اتنين، يبقى هنا كنا هنحط في الاخر هنا اهو اتنين، ماشي، وقبلها الكيب ياخد اتنين، يبقى اتنين واتنين كام، هيطلع اربعة. طب هنا ساعات يجيب لي صيغة بالشكل ده يا مستر، بدل ما هي اكس او يقول لي اكس تو او، سهل، اول حاجة عينيك تيجي عليها الاتنين بتاعة الاكس موجودة، الاتنين بتاعة الاو موجودة، ثنائية التكافؤ اه، يبقى كده ما حصلش اختصارات، يبقى الاكسجين ثنائية التكافؤ، يبقى الاكس الرقم اتحل بقى موجود جنب الاو، في هنا واحد بس ما بينكتبش، يبقى على طول اعرف ان الاكس هنا تكافؤها ايه، احادي، يبقى هكتب هنا في الاخر واحد، وهنا اتنين، يبقى اتنين واحد كام، تلاتة. طب ساعات يجيب لي صيغه تانية بدل ما هي اكس تو او يخليها لي كده اكس او تو، اكس او تو، هبص كده اول حاجه عينيا تيجي عليها الاتنين بتاعه الاو، الاو هي المفروض الاتنين بتاعتها كانت تبقى واقفه جنب الاكس، مش موجوده يا مستر، معناها ان انا اختصرتها، فتبقى اختصرت قدام ايه، لما الاتنين بتاعه الاو هنا طارت يبقى معناها ان انا اختصرتها، فلما اختصرتها الاتنين اللي هنا اتحذفت بتاعه الاو، وهنا اتفضل لي اتنين بتاعة الاكس، يبقى هنا كانت الاكس كان اصلها كام، باربعة، لان لو هاجي ارجعها يبقى هنا كان فيها اربعة للاكس، والاو هنا كان فيه لها اتنين تكافؤ ثنائي، فجيت اختصر يبقى على الاتنين فيها الواحد، واربعة على الاتنين فيها الاتنين، نبدل التكافؤات، يبقى هنا الاكس هياخد الواحد، الاكس هياخد الواحد ما بينكتبش، والاو بياخد الاتنين اهي، يبقى الاو ياخد الاتنين، يبقى طلعت لي اكس اوتو. يبقى هنا الاكس كان تكافؤها ايه، ما اقولش ثنائي بقى، بقول رباعي، برجعه لاصله التكافؤ الاصلي خالص اللي هو 4، يبقى هنا نكتب 4 وقبلها اوتوماتيك في 2، 2 و4 كام، يديني 6. فهمتوا بتحل المساله دي ازاي؟ دي كل الصيغ الممكنه اللي ممكن تجي لك واللي بتتكرر كتير. طيب نكمل، يجي يقول لي رقم 2، عند تفاعل المغنيسيوم مع الاحماض يتصاعد غاز، لما المغنيسيوم يتفاعل مع الحمض بيتصاعد غاز ايه على طول، انت مغمض غاز الهيدروجين. عندك بعد كده رقم 3، عند تناول اسماك بها تركيز مرتفع من الرصاص يسبب الاصابه به، طبعا لو زادت نسبه الرصاص يسبب موت خلايا المخ.
أما لو زادت نسبة الخرسين يسبب أما لو زادت نسبة الزرنيخ يسبب سرطان الكبد، لو زادت نسبة الزئبق يسبب فقدان البصر. يبقى هنا الرصاص هنقول له مود خلايا المخ. عندي بعد كده يجي يقول لك جبل ارتفاعه 3000 متر ودرجة الحرارة عند سفحه 19.5 درجة، فإن درجة الحرارة عند قمته. بالراحة خالص، احنا لسه حالين زيها كتير المسألة دي. هو بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي هنا يا مستر جبل ارتفاعه 3000 متر. يبقى اول مشكلة قابلتني ان الارتفاع مش مدولي مباشر، مدولي بالمتر، وانا عندي الارتفاع شرط اساسي لازم الكيلومتر. فانا اول حاجة هحول الارتفاع اللي مدولي ده هحوله للكيلومتر. يبقى من الصغير للكبير الكيلومتر في 1000 متر، انا عايز احول من الصغير اللي هو المتر للكيلومتر بقسم، من الصغير للكبير بنسب، اما من الكبير للصغير بضرب. فهنا هقسم ال 3000 اللي مديها لي ده هي على 1000، يبقى بيساوي 3 صفار، يطرق بال 3 صفار، يتفضل 3 على 1 فالتلاتة كيلومتر. كده خلاص الارتفاع عندي بقى بالكيلومتر، اشتغل فيه بقى كده. ودرجة الحرارة عند السفح، مديني درجة الحرارة عند السفح، السفح مدولي بكام؟ مدولي ب 19.5. يبقى شوف انا بلخص مسألتي بالراحة اهو عشان اقدر احل. هو عايز درجة الحرارة عند الايه؟ عايز درجة الحرارة عند القمة، القمة هو مش مديها لي، علامة استفهام. طب يلا كده نحل. انا القمة وانا طالع لفوق درجة الحرارة بتقل، يبقى نقول له القانون اهو، يبقى نقول له مقدار الانخفاض في درجة الحرارة بيساوي الارتفاع شرط اساسي. قلنا القانون بيقول لك الارتفاع لازم يبقى بالكيلومتر. عرفت انا دلوقتي حولت الارتفاع للكيلومتر ليه؟ لان القانون بيقول لي لازم بالكيلومتر. في 6.5، في 6.5. يلا نعوض الارتفاع بكام؟ اهو بتلاتة، في قابلتني بحطها زي ما هي، 6.5 قابلتني بحطها زي ما هي. اضرب له بالالتك الجميلة دي، هتقول له 3 في 6.5 هيديك كام؟ هيديك 19.5 درجة مئوية. يلا بقى نكتب قانون القمة. هو عايز درجة الحرارة عند القمة، نقول له درجة الحرارة عند القمة بتساوي درجة الحرارة عند السفح ناقص، وانقل الجملة دي زي ما هي، مقدار الانخفاض في درجة الحرارة. ويلا نعوض بقى، نقول له بيساوي درجة الحرارة عند السفح بكام؟ ايه السفح هو مدهولي ب 19.5، يبقى 19.5 ناقص قابلتني بتاعت القانون بحطها زي ما هي، مقدار الانخفاض اللي لسه مطلعه، مقدار الانخفاض هنا طلع كام؟ 19.5. 19.5 ناقص 19.5 بيساوي كام؟ بيساوي صفر. يبقى اذا الناتج هيطلع صفر. في الاختيارات صفر، نبص كده عندك هنا في صفر، اه يا مستر اهو، يبقى الاجابه هتبقى صفر. عندي بعد كده رقم 5، كل مما يلي من الغازات الدفيئه ما عدا سي اتش 4 الميثان، الميثان ده غاز دفيء، N2O اكسيد النيتروز غاز دفيء، O2 اه هو ده اللي مش من الغازات الدفيئه، الاكسجين مش من الغازات الدفيئه، يبقى الاجابه هتبقى O2. طيب نكمل مع بعض. يجي يقول لك رقم 6، من الثدييات المنقرضة قديما، ثدييات ومنقرضة قديما، يبقى على طول انت مغمض ده الماموس. اما قال لك لو من الزواحف المنقرضة قديما هتقول له الديناصور، يبقى ركز في الحتتين دول، يبقى ثدييات قديما اوعى تقول له الديناصور، لا الثدييات قديما الماموس. عندي بعد كده رقم 9، محافظة سوهاج، يقول لك اختر الإجابة الصحيحة. 1، استخدم نقط المسال في حفظ قرنية العين، وانت مغمض حفظ قرنية العين يبقى النيتروجين المسال. وطبعا ليه؟ هتقول له انخفاض درجة غليانه سالب 196 درجة مئوية. عندي بعد كده رقم 2، نقط من أجهزة قياس الضغط الجوي، الأميتر ولا الترموميتر ولا الفولتاميتر هوفمان ولا الألتيميتر. طبعا من أجهزة قياس الضغط الجوي الألتيميتر. عندي بعد كده رقم 3، عند اتحاد عنصر X مع من المجموعة 1A مع عنصر Y من المجموعة 7A، يبقى X ده موجود في 1A، 1A دي اللي هي فلزات الأقلاء، واي موجود في 7A، 7A دي اللي هي الهالوجينات. يبقى هنا الأقلاء لما تتحد مع الهالوجينات يديني ايه؟ قال لك يديني أملاح، يبقى إذا الناتج هيبقى ملح. عندك بعد كده رقم 4، يرجع ارتفاع درجة غليان الماء إلى وجود رابط نقط بين جزيئاته. خلي بالك قال لك رابط ايه بين الجزيئات بتاعة الماء؟ أوتوماتيك، رابط هيدروجينية دي اللي بتوجب بين الجزيئات، أما اللي بين الذرات كانت 900 أحادية. عندي بعد كده رقم 5، عند تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يتصاعد غاز، هنقول له الهيدروجين اللي هو H2. عندي بعد كده رقم 6، توجد حفريات كاملة لحشرات محفوظة فيه، حشرات حفريات كاملة لحشرات اوتوماتيك وانت مغمض هتبقى الكهرمان. عندي بعد كده محافظة قنا، يلا يجي يقول لي اختر الإجابة الصحيحة. عنصر فلزي إكس يقع في الدورة الثالثة في الجدول الدوري وعند اتحاده مع الأكسجين يقوم مركب صيغته X2O3، فإن على الذري يكون. بالراحة خالص، أنا أول حاجة عينيا بتيجي عليها يا مستر، أول حاجة عينيا بتيجي عليها الاتنين بتاعة الأكسجين موجودة، أه موجودة هنا هي جنب الإكس، يبقى دي الاتنين بتاعة الأكسجين ثنائي. يبقى أنا كده ما عملتش اختصارات، طالما لقيت الاتنين يبقى أنت كده ما اختصرتش، يبقى أوتوماتيك اللي واقف جنب الأو هيبقى بتاع الإكس، الأو هنا واقف جنبها 3، يبقى الإكس هنا تكافؤها كام؟ ثلاثي التكافؤ. وهنا العنصر موجود حواليه 3 مستويات لانه في الدوره الثالثه، يبقى هنحط في المستوى الثالث 3
يبقى اوتوماتيك قبله 8، اوتوماتيك قبله كي هياخد 2، 2 و8 10 و3 13، يبقى اذا عدد الذرة يبقى كام؟ 13. عندي بعد كده رقم 2 يقول لي بزيادة العدد الذري في الدورة الواحدة من اليسار لليمين. لما العدد الذري بيزيد في الدورة من اليسار لليمين وانا ماشي كده، ايه اللي بيحصل للحجم الذري في الدورة؟ طبعا الحجم الذري بيقل في الدورة، تمام كده؟ طب يبقى يقل. عندي بعد كده رقم 3، عند تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يتصاعد غاز الهيدروجين اللي هو H2. رقم 4، ارتفاع تركيز بعض العناصر الملوثة للماء يمثل تلوث. طالما قال لك تركيز بعض العناصر يبقى اوتوماتيك وانت مغمض ده تلوث كيميائي. عندي بعد كده رقم 5، حزامي فان الين يحيطان ب، هنقول له يحيطان بالايونوسفير. رقم 6، يعتبر نقط من الانواع المنقرضة. الانواع المنقرضة الباندا ولا كبشة اروى ولا طائر ابو منجل ولا الكواج؟ طبعا الكواج ده خلاص منقرض حديثا. طيب احنا هنقف لحد هنا في المراجعة بتاعت النهاردة عشان ما نطولش وقت الفيديو، واستنونا في مراجعات تانية كتير. كان معكم مستر ابراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.